قلت بدنا نسوي غدا تمام، بس لما اجيت على المطبخ شو لقيت ماما عم تسوي؟ قال بدها تسوي محلايه. قلت لها اوكي نسوي محلايه. قال مشتيتها. قلت لها لو سويناها بعد الغدا. قال لا عادي بدها عادي. حطيت الحليب وحطيت كريمه الخفه. هاي انا هون حطيت معلقتين نشا وبدال السكر حنحط نسلة اللي هو يعني حليب مكثف. اوكي ما معتي ما تحطيها كلها. يلا ليلي بس 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 لانه هن مكثف بس تمام. حاجة نص نسوي أصلاً. بس كيلو حلاية انا بحب عيش. هنحطكم على البارد. هنحطكم هيك على البارد لحتى النشا يدوب على الاخر. مثل قلت لكم حطيت حليب، حطيت كريمة الخفة علبة كاملة مع لتر حليب، وحطينا معلقتين نشا، وكمان حطينا نسلة اللي هو حليب مكثف بدل السكر. يعني اليوم هنتحلى وهنتغدى. شو؟ راح النشا خلاص. اي يعني شو هلا حتحطيها؟ بس ماما مسكت دراسة بالحليب. مو معلقة حليب؟ لا ما عندها معلقة حليب. شو بس فرجي لما اعطيني فرجي اياهم مسك دراس. اجين يعني هاي هي المسك دراس اللي احنا كمان بنضيفها مع المحلاية او رز بحليب. ولا يغلي يصير فاتر الحليب. ايه بنحطه على النار لما يصير فاتر يعني هيك بتطلع الدخنة منه، بنكسره منيح منيح وبنضيفه فوق المحلاية. هيك انا حركتهم على البارد. هلا جاي ماما حتكمل عليهم، حتحرهم على النار لبين ما انا كمان بلش بطبختنا لليوم. ايه دقيني دقيني هدول شغلة النار. بس رح احط لك هدول على الغاز. ايه لي اهم شيء 4 5 دقائق ماما. ايه شوي. يلا ماما شغلي تحت النار. يلا هاي دقيقة ده دقيقة ليه حطي بكيس تايلو مع لا. شوي سكة اجيني حطي حطي كمان حطي هي طيبتها بالمسك دراس هيك. هلا هدول حد قال لي اياهم لماما ليصيروا ناعمين ناعمين يعني مثل البودره. ايوه شوفوا كيف عم دقهم. حطيتهم ما بين كيس النايلو خليتهم بالنص وجبت كاسه عم دقهم. هي الطريقه لانه ما عندي المدقه يعني كل شيء له حل. اسراء لديكم لا خوف عليكم. بدي افرجيكم مبدئيا كيف صار. واو شايفين شايفين يعني بس بقى شوي هون. يلا ماما بس شوي الله يعني صاروا مثل السكر شايفين. شوفوا 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 كيف صاروا. يلا السكر حط لك هون ماما. شوفي كيف صار. ايه انا كبير عليك. لانه بلش ماما عم تسوي الحليب فبلش يعني صار دافي فحطينا مسك دراس فورا. يا جيب الزبدية حطي دجاج وحطي شوية. يلا اوكي هلا حبلش انا بالطبخة تمام. اوكي هحط اول شيء الدجاجات لانه بدنا نسوي اليوم كبسة بالدجاج. مفخادة دول ما حط الفخاد حاغسلهم اغسلهم منيح 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 اول شيء وبعدين بنحط شويه ملح وخل ومي ونتركهم يعني هيك ربع ساعه لينتقوا عشان تروح الزفره منهم نهائيا. الزنخه الزفره اللي هي ما بعرف انا ليش بحب اغسل الدجاج انا هيك بنتكم من الشرايين من الفخاد وما بعرف اكمل صناعي. هلا نغسل ونفخر. ماما بتخليني اعيد غسيله يمكن اكثر من مره. خليكي عم تغسلي خليكي عم تغسلي.
تصير المي نظيفة. هي عادة ماما لا تصير المي بيضة. ماما ليش ما جبنا المشكلة؟ كانت طيبة كمان. تذكريها المرة الجاية. المرة الجاية بدنا نجيب المشكل فيه كل شيء. خاد وأجنحة ودبابيس. أنا بحب الأجنحة والدبابيس والفخاد. شو ضل الصغر ما بحبه. بيجي ناشف مع انه هو مفيد على فكره اكثر شيء، بس لانه بيجي هيك فيه نشاف فانا ما بحبه. هعملهم كمان هلا غسله ثانيه منيح منيح، وبعدها حطيت الملح والخل كمان ندقه. انا غسلتهم حنضيف ملح حنضيف خل. هلا بحط المي فوق وبتركها على جنب. هيك بخليهم ربع ساعة، يعني من 10 دقايق لربع ساعة هيك شيء. فين أكلة الحلوة تبعت ماما شو سريعة؟ هي انا لبين ما ينتقع الدجاج وقبل ما بلش بالاكله بالطبخه فكانت المحلايه جاهزه. هلا شو رح اعمل؟ رح اسكبها بالزبادي. حاطه الزبادي كلياته الناحي. هلا بنسكب المحلايه بالزبادي. احلى شيء سيدرا نايمه. شكلها اليوم تعبانه ما عم تشبع نوم، بس يصير الغدا فيقوني. لاي حدا من حاضر امرك. طلبات تانية؟ ماما؟ عنا الحبشتك لا تبع المحل. بس والله انه بتجنن دقتها حتى الحلة طبعا يعني كتير حلوة. يعني دلع فيكم تقولوا دلع. لا حلوة ولا مرة. بس احكي هذه الكلمه بتذكر تبع الحياه حلو ومر ليقضي العمر، مو هيك ماما بيقولوا له؟ يعني صح حلو ومر ليقضي العمر يعني هيك شيء. فهمتوا علي؟ ما شاء الله. عشان الواحد بعد الغداء يتحلى. يعني لما يصير الغدا نشبع فبنلاقي شو انه الحلا جاهز. اظن كمان بدي زبادي او ما بعرف برجع بعبي هدول اكتر. هنن كبار هدول اليوم هيك صاروا عنا جاهزين. وعمار عم ياكل احيطه. هاي اللي بتي لحوطة واللي بتيجي بتلزق بس الشنجرة، وإذا ما كانت ملزقة بيزعل. ما لها ملزقة. مو ملزقة كثير. ما لها مخلوقة يعني. بس خلص هلا نتركهم يبردوا مشان شو أزينهم ونعدل عليهم. كثير طلعت طيبة مع الزينة. هلا حطب الدجاج تمام، بس بدي صفيه من المي. شغل على كتير. الدجاج البطنجرة
هذا راح اجيب حبشتكلات الدجاج. احط نص بصلة وكمان احط مامي كأنه ما عندنا لومي بلا لا مو بلا نحن غير واحدة كأنه بس بدي افتحها عشان تشرب مي. هلومي راح احط هيل وحب اسود هيك يعني شوي راح كتر هيل ورنفول وكمان ورق غار وعود شو كان اسمه هذا قرفة حط اثنين وضيف هلا المي فوقهم هلا بعلي كمان بحتاج مي بعد ما حطيت المي حضيف كمان شوية ملح وحضيف زنجبيل ضل هذول اخر شيء هون بالقلبه هاي وشوية هيل خلص هيك بكون خلصنا نستنى الدجاج لينسلق ويستوي ما بيتاخر كثير بما انه يعني نقعناه عشان نص ساعة هذول على الجنزبيل والهيل رح اعمل هلا لبين ما يستوي الدجاج حطبق السلطة واغسل الخضروات اشوفوا الله البقدونس على فكرة هذا البقدونس منقب خالص ومغسول بس انا عادي رح ارجع اخذته مرة ثانية للأمانة للأضمة شايفين هذا البقدونس والنعناع كمان نفس الشيء والجرجير انا ايش عم اعزب حالي انا كثير بحب اعزب حالي صراحه فتره كثير يعني لانه الكبسه بدون سلطه ما بيمشي حالها بالمره هاي الجرجير كمان معنا وراح احط بندورتين كمان ثلاث خيارات كمان البقدونس قصدي الخس هون بيطلع الخس من البرا اليوم رح اسوي لهم يعني كيف لقيتهم سلطة عالمية سلطة ما اكلوا منها قبل بس من تحديات يعني نبلش هلا نغسل الخضرة خيارات صغار كيوت صلي زمان ما فرمت سلطة مثليك زمان من رمضان تخيلوا ما فرمت سلطة نغسل الزندورة الجرجير هاتين الجرجيرات مقدرفة يعني حتى الخس عندي يا كيوت اليوم عندي بيبي خس اليوم